صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشره معكم مشاهد الزقطوني. بيضاويين تهناو هذه الدراجه طون تروا اللي كتقوم بالسرقه في المدينه، وجميع العازقه ها هو في قبضه الدراجين او قبضه رجال الامن. دراجه معدله كما قلنا ما كتسمعش، كيقضي بها الغرض في جميع الازقه ديال السونترفيل. شوفوا الخفة ديال الدراجة طونطوا اللي كيقوموا بالسرقة، أصدقاء المدينة يعني الشخص معروف، غير جوج الأمن تعرفوا عليه وجبدوا ليه كاميرات المراقبة.